أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الله الله ولقد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله
وامر بالمعروف وانهى عن المنكر
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم واغضب من صوتك
واتل صوت الحمير ألم تروا أن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبعوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن Oh,
الذَّاكِرِينَ